وقت العشاء كذلك يقسمونه إلى ثلاثة أقسام. هناك أفضل وقت لأداء صلاة العشاء إلى ثلث الليل الأول. وثلث الليل الأول كيف نحسبه؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق قسم على ثلاثة، هذا هو تعرف ثلث الليل الأول. الآن كم متى تغرب الشمس؟ ست. ومتى تطلع، متى يطلع الفجر؟ هذا الفجر احسبها كم ساعة؟ عشر ساعات ونص من غروب الشمس إلى أذان الفجر. طيب قسم على ثلاثة بالحروة، يعني هاي بحروة ثلاثة ونص، قول ثلاثة ونص. زين ثلاثة ونص يعني العشاء المغرب ست، يعني ثلث الليل الأول كم يصير؟ 11. الساعة 11 هذا ثلث الليل الأول، يعني تصلي العشاء في ثلث الليل الأول ل 11 إلى 11. المهم أنك القصد أنه إلى هذا الوقت، هذا ثلث الليل الأول، نصف الليل قسم على اثنين، يعني خمس ساعات بعد المغرب أعطها. طيب هذا نصف الليل. بعد ذلك يستمر وقت ضرورة إلى أذان الفجر. لو أوصل الإنسان العشاء الساعة 4 أداء وليست قضاء، تعتبر أداء، تعتبر أداء، لأن إلى الآن ما أذن الفجر، ما دخل وقت الفجر، ولكن يقول هذا وقت ضرورة، بعض أهل العلم يقول كراهة، لكن تعتبر إيش؟ تعتبر أداء.